اهلا كبيدات، نتمنى تكونوا بخير. كي غادي مع رمضان والصيام نتمنى تكونوا مزيان وسانكساكي ان شاء الله. الا كنتي اول مره كتشوفيني خلي لي لايك، شي تعليق زوين بحالك، وصابوني ما خسرتي والو باش تكبر العائله ان شاء الله. جيت نشارك معكم هاد النهير ولا نقولوا غير هاد العشيه، حيت ديجا الصباح داز في الجميع وراكم عارفين. وهنا جيت نتهلا شويه فراسي قبل ما ندخل الكوزينه، وقبل بغيت نشارك معكم هاد المنتجات اللي خديتهم غير من اكسيون وصدقوا الطوب. منهم هاد المورد اللي فريمون 100% طبيعي وزوين بزاف، وهادو هادوك الستريبس اللي كديروا هكا في النيف باش كيحيدوا الرؤوس السوداء، فيهم الاشكال مهم زوينين بزاف. هذا سيروم كريمي، عرفتي التكستور ديالو كريمي زوين بزاف، كيعطي واحد ليدغاتاسيون غزاله. هذا حتى هو سيروم واحد كيبوستي هكا ليدغاتاسيون ديال الوجه، راكم عارفين البشره كتشحف في رمضان. وهذا زيت الخروع، وليت كنت ناخذ زيوت من اكسيون كنلقاهم 100% طبيعيين. هاد المنتجات كاملين اللي وريتكم منتجات طبيعيين، مواد اللي فيهم ما كيضروش البشره، زوينين بزاف على ضمانتي. انا كنشري كنقرا على الزانغريديون عاد كناخذ لي برودوي. المهم هنا جيت ان نتهلا شويه يدي فريمون، هملتهم هاد الايام نشفوا كرمو ما نقولش لكم. كندير لهم هاد الكوماج اللي دائما كندير، واخا انا كنزيد فيه بزاف ديال الحاجات، زيت اللوز، هذا حمض الفواكه، الويل اسانسييل دورانج، المهم كنزيد فيه بزاف ديال الحاجات، ولكن نتوما اكتفيو بالزيت البلديه وسنيده. الصراحه ديجا هاد الجوج هادو كيرطبوا لواحد الدرجه، راكم عارفين زيت البلديه كترطب نمبر 1 انا بالنسبه ليا في الترطيب. الا كانت عندكم كحوليه هكا في اليديدات ديروا شويه ديال الحامض هكا في الصبيعات وفي اليديدات، كيخرجوا بيضين ورطيطين ما نقولش لكم، يعني مكونات سهله وبسيطه ومتوفرين في اي دار. انا هذا هو الكوماج الاعتيادي ديالي، غير انا كنزيد فيه بزاف، زعما كنزيد فيه حوايج اخرين، نتوما لا داعي لان هذاك اصل المكونات الاساسيين فيه ديجا. المهم كيخرج لي يدينا رطيطين، شوفوا كيفاش كيولي ورطيطين، لا علاقه مع كيفاش كانوا قبل فريمون. راه البنات في خباركم راه زيت البلديه راه كتقوي حتى الضفيرات. المهم هنا من بعد ما نقيت ضفيراتي ودرت الكوماج وغسلته، فقره الترطيب غنرطبوا ليديدات باي كريم عندنا. المهم انا هنا درت الزيت ديال الكوك حتى هويا كنعتمدوا في الترطيب وداكشي ديال اليدين وحتى ديال الرجلين. هادشي البنات ما خداش مني ربع ساعه 20 دقيقه، يعني حسيت بيدي رطابو خفافو. ودائما تهلا في راسي انا الاولى، واخا غير ماسك كوماج انا الاولى، وعاد ديك ساعه الكوزينه. المهم هنا كنت بدلت حويجاتي ودرت هاد لابلونط، كنت خديتها وقيلا شي يومين ولا 3 ايام قبل، وقلت نحلها مسكينه ونحطها مع خوتها، غتشوفها اختي غتقول لي خديتي بحال ديالي. المهم هاد لابلونط كتعجبني، شوف سبحان الله كتنوض هكا اون في حمراء اون في خضراء، المهم الستيل ديالها زوين، لي كولور ديالها زوينين. كبيدات كنت دخلت الكوزينه، مهم باش نصايب على خاطري الفطور بشويه عليا، حيت كنصايب بشويه عليا ما نكذبش عليكم، كنصايب شويه ونمشي نجلس شويه نرتاح نصلي نقرا القران راكم عارفين. المهم هنا جيت كنصايب واحد الديسير، صراحه شفتو في تيك توك وقلت نصايب هو الاول باش نديرو في الثلاجه يبرد. ساعه ما نكذبش عليكم البنات، الصراحه ما غنشاركش معكم الوصفه لان ما صدقاتش ليا وبقات في بقى فيا الاجوبه، راه عطاني الله انذار بان راه الوصفه ما غتصدقش والو، قلت والو. شوفوا اللي حقيتها، غير بديت كنطرب السكر مع البيض وهو يتهرس ليا هاد السوبر، تهرست ليا يعني هاد راه انذار بان صافي حبسي. ولكن انا والو راسي قاصح، بدلت لو بول ومشيت كنكمل في الوصفه، ولكن قلت غير نوريكم بان ماشي مشكل ما صدقاتش لكم شي حاجه، ماشي مشكل يعني الانسان كيجرب كيشوف الدنيا هانيه ما كاين حتى شي مشكل. المهم انا ما غنشاركش معكم الوصفه لان تو سامبلومون ما صدقاتش، لا علاقه صدقات خايبه. المهم ديك ما عرفتش كيفاش غنقول لكم، ما عجبتنيش الصراحه، و ماشي مشكل واخا ضاع الشوكولاط وضاع الفريز وداكشي.
الحمد لله. المهم محاولتي الفاشله ديال الديسير، جيت غنشارك معكم ورقه ديال البسطيله اللي شاركتها معكم في انستغرام وعجباتكم، وبزاف ديال البنات سولوني على الطريقه. انا شفتها صراحه في تيك توك عند واحد البنت، هذه المره اللي طلعت لي هذه البنت في تيك توك غندير لها انريجستري وسابوني ونبارطاجي معكم البروفيل ديالها، حيت الوصفه صراحه ديالها صدقات ليا. المهم جوج كيسان ديال الطحين وجوج كيسان ديال الماء والملحه، يعني تقدروا تضعفوا الكميه الا بغيتوا، زعما الا بغيتوا بزايد وهذا وصافي. جوج كيسان طحين جوج كيسان الماء وطربوا طربوا طربوا مزيان. هي دارت الخلاط الكهربائي، انا درت غير هذا ديال اليد. صافي كديروا كتخليو العجين يرتاح نص ساعه اوناتوندو يرتاح. انا جيت كنصايب لاصوب، بغيت ندير سوب دو بواسون بالخضره هكا. مهم درت اي خضره بغيتو ديروا القرعه وهذا. انا هنا درت خيزو بطاطا بصيله وواحد الميطيشه هكا باش تعطي البنه. غادي نشحر كل شيء مع الزبده الملحه والبزار، وكنزيد سكينجبير خضر جانجون فري كنحك هكا شويه كيعطي واحد البنه واحد اللذه زوينه بزاف، وواحد الباقه هكا ديال قزور ومعدنوس. صافي وكنزيد نشحر كلشي وكندير الماء وكنخلي الخضيره ديالي كطيب. هنا كنت وجدت الباماري، مهم كسرونه درت فوقها هكا طيفال فين غادي نطيب الورقه. هذه الطريقه، هنا كنوريكم خرجت السردين باش هكا يدي كونجلا حيت هو بغيت نديرو في الفران. المهم ملي كيطلع البخار بحال هكا وكتسخن الطيفال مزيان عاد ديك الساعات غادي تبداو طيبو. طريقه سهله، مهم اول حاجه غادي تديرو هكا طيفال هكا غير كتقيسوها هكا بالزيت وكتعاودو تمسحو بالناشف صافي وكتبداو كطيبو. كتبداو كطيبو بهذه الطريقه بحال غير كدهنوا الطيفال ديالكم، غير كدهنوا اغوش ادغوات اغوش ادغوات. ولا بانت لكم شي بلاصه اللي هي خاويه الا مشيت، مهم عمروها ماشي مشكل، وكما تكتروش ما تعمروش هذاك البانسو بزاف بالعجينه. المهم صراحه راه الاولى تقدر ما تصدقش لكم، الثانيه الثالثه، ولكن من بعد غادي المهم احس انا هكا وقع ليا الاولى ما صدقاتش، الثانيه الثالثه حتى هي خسرات. صافي من بعد بحال تولفت يعني صافي. وديجا انا كنت جربتها يعني هاد الشيء اللي كنوريكم دابا في الفيديو راه المحاوله ديالي الثانيه، يعني ديجا درتها وصدقات ليا وعجبتني وشاركتها معكم في انستغرام، وعاودت دابا صورت لكم باش نبارطاجي معكم يعني هاد الفكره الصراحه اللي جات ساهله ساهله. كيف ما كتشوفوا الشيء راه كنمشي اغوشي ادغوات باش البلاصه اللي ما قصتهاش كنعاود نقيسها بلا ما نغلط العجينه وصافي. يعني كاين شي حوايج حتى هما دي زاستوس اللي نقدر نعطيهم لكم انا فيو كو انا زعما جربتها وداكشي، يعني نعطيكم حتى انا كتجربه كفي فكرة نعطيكم دي زاستوس باش تنجح ليكم وصافي. راه الفيديو شارح راسو الصراحة يعني بهاد نص الطريقة. ومهم إلا بانت ليكم شي بلاصة خاوية تقدرو ديرو غير ديك الراس ديال البانسو بحال اللي كندير أنا وكتعمر، وهادشي اللي بديت كنشي كيفاش كندير، كندير غير الراس ديال هاد لاستوس ديالي أنا باش ما يكونوش تقيبات هكا في الورقة، كنهز غير الراس ديال البانسو بحال هكا كنعمرو شوي كيكا وكندوز على البلايص اللي خاويين. صافي هنايا كنحيده ملي كتشوفوا ديك جنيبه تكرمو بحال الكريب، ملي كتشوفوا الجنيبه تكرمو كنهزها وكندهنها بشويه ديال الزيت. المهم الطريقه ديال دهن الزيت صراحه كنت عارفه حيت كنت كنشوف هذاك مالي الورقه كيديروها يعني باينه، لان الورقه دغيا كتكرم دغيا كتنشف ضروري خاصك تدهنيها سينو غتكرم لك وغتبدا تهرس وصافي مشات ضاعت. كدهني غير شي شويه هذاك البانسو غير شي شويه كتدير لي شويه الزيت وهذا، ما تكثريش الزيت بزاف، وكندير لها ميكا وكنغطيها بحال هكا باش تبقى مزيانه، وكنعاود بنفس الطريقه يعني كنعاود وحده اخرى هانتوما كيف ما كتشوفوا.
المهم هنا جيت كنصايب لافارس اللي غنصايب نعمر بها لينام ديالي. درت هنايا حوت الابيض ومهم درت الملحه بزار كمون تحميره شويه ديال الحامض شويه ديال الثومه وغندير حتى شويه ديال مطيشه محكوكه هكا على حسب باش تجي لاصوص شي شويه عاقطه صافي. وغادي نزيد ربيع هكا قزبر ومعدنوس تما قطعت الكروفيت حتى يطيب الحوت عاد غادي نزيدو ان شاء الله. غنخلي شويه ديال قزبر ومعدنوس حيت باغا ندير الترميله حتى ديال السردين. المهم هنا الخضيره ديالي راه طابت خصني غير نطحنها. وهنا كنقطع شويه ديال الحوت وشويه ديال الكروفيت هكا باش نزيدهم ابري في لا سوب. هنايا صافي طحنت لا سوب ديالي غنزيد شويه ديال لا كريم فريش بوغ اليجي وغتزيد تجيني مازال شويه ثقيله غادي نزيد حتى شي شويه ديال المطايب هكا صافي باش تجي هي هذيك ما تجيش عاوتاني خاطره بزاف هانتوما كيف ما كتشوفوا صافي. وهنايا زدت هذاك الكروفيت والحوت اللي قطعت وغادي نزيد حتى شويه ديال لاصوص سوجا كتعطي واحد لوكو زوين راكم عارفين. بعد ما خشيت السردين في الفران مع بطيطه كيف ما شفتو كحمقني انا بحال هكا في الفران جيت غنصايب واحد الصالاد اللي هي خفيفه سهله وصحيه وفيها الانتعاش منعشه. مهم فيها لافوكا مقطعه فلفله الوان خضراء وحمراء وزنجلان سيزام سمسم. المهم هنا غادي ندير العطريه المعتاده مهم اللي هي ملحه بزار الحامض والخل وشويه ديال المعدنوس. تقدروا ديروا هذاك الفينيغ بالساميك الا كان كيعجبكم كيجي حتى هو زوين. الفارس ديالي وجدات كنقطع الفيرميسيل باش نخلطها معاها. بالنسبه للورقه انا غنقسمها على جوج حيت المره الاولى اللي درتها فاش كنت بارطاجيتها معكم في انستغرام بقوه الفرحه حيت صدقات ليا درتها كامله. المهم ولكن جات مقرمشه وكلشي ولكن سي ان بو ترو وحده ورقه كامله من الاحسن غير نص بركه. المهم على حسب شنو غديروا. المهم انا بالنسبه غير هاد لينام هكا راه النص كافي. صراحه اللي عجبني في هاد الورقه هو انها ما كتحتاجي لا طحين لا حتى حاجه باش تسديها كتسودا وكتسد بوحديتها كتلصق بقوه لي فريش وجديده سي انكرويبل. اول مره يعني حتى داك الورقه اللي كنشريو بالكيلو يعني من زنقه وهذا يعني ضروري كنزدوها بالطحين هذه والو كتلصق عرفتي فريمون وتقرميشه واحد التقرميشه واعره يا سلام. القضيه شجعت لان بقى كل مره ندير الورقه غير في الدار سورتو ان بصراحه ما فيها لا تماره ما كتعذب لا حتى شي حاجه يعني ساهله مهله. هنا صافي غسلت ارض المعركه كيف ما كتشوفوا كيبقاو غير الموعنه ديال الفطور كيجيو ساهلين. هنا انا صراحه تخاصمت مع العواصر هاد رمضان يعني الا درت شي عصير غيكون 100% طبيعي. هنا الليمون عصرته بيدي ودرت معاه شويه ديال الفخاز وصافي. هنا بقات تقريبا واحد ساعه على الفطور كنوجد الطبيله ديالي على خاطري هكا باش من تدركش وما نعياش او ميم طون. هذه هي لاسوب ديالي. المهم كتجي بنينه فلوتي عرفتي فيها واحد اللذه يا سلام سورتو من مور نهار طويل ديال الصيام كنبغيو شي حاجه بحال هكا لذيذه
الا جربتوها ما تنساوش بارطاجيوها معايا في انستغرام. مهم حاولت نشارك معكم هكا شهيوات ولا نوع لكم حيت كل نهار كنوضوا كنقولوا شنو ندير اليوم شنو نطيب اليوم. المهم نتمنى انني نكون عطيتكم افكار. كانت هذه لا فيديو ديالي ديال اليوم، نتمنى انها تعجبكم. ما تنساونيش من لايك وديروا سابوني الا باقي ماشي ابوني، ونقول لكم نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.